لكن خليني اقول لك يا كابتن فاروق ان لحظاته هيكون معايا ايضا لاعب مهم جدا للنادي الاهلي، ويمكن بان قدراته وبان اهميته خلال الفترات السابقه، وهو باسم علي، وبيغيب بيغيب لكن بيرجع بيأدي بشكل اكثر من رائع. باسم، برحب بك يا باسم، والف مبروك الفوز النهارده، فوز مهم واداء اكثر من رائع. الحمد لله امير، 3 بونت زي ما انت عارف كانوا مهمين جدا في المشوار بتاعنا. انت بتلعب فرقه كبيره اسمها النادي الاسماعيلي، اقرب منافس ليك في الجدول. الحمد لله قدرنا ان احنا نوسع الفرق ل 9 بونت، مباراه يعني ب6 بونت النهارده. يمكن الجون اتاخر شويه، بس يعني هو ده اللي احنا يمكن كنا محتاجينه، ان احنا نطلع ب3 بونت، لان المباراه دي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا في المشوار بتاعنا. الشوط الاول ظهرنا بشكل كويس، الشوط الثاني يمكن جذبنا شويه ان انت عايز تكسب وتطلع بالماتش. بقول الحمد لله، ودي خطوه للي جاي ان شاء الله، ان احنا يعني قدرنا نوسع الفارق ونركز في ماتش الاتحاد ان شاء الله الفتره الجايه. القتال لاخر ثانيه يا باسم، ده حاجه مهمه جدا من النادي الاهلي ومن لاعبي النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اتعود عليها، والنهارده شفنا مباراه تحسم بشكل كبير ان شاء الله بطوله الدوري، او هتكون احد الاسباب الرئيسيه ان شاء الله فوز النادي الاهلي بطوله الدوري مبكرا. الجزئيه بتاعت اللحظه الاخيره دي شايفها ازاي في النادي الاهلي؟ هي ممكن تكون يعني احد اسباب انت تجيب الدوري، انما احنا لسه المشوار طويل. هي مباراه زي اي مباراه، انت زي ما بقول لك انت بتلعب فرقه كبيره اسمها النادي الاسماعيلي، قدرت ان انت تاخد 3 بونت منهم، وسعت الفرق ل 9 بونت، وده اللي احنا كنا محتاجينه، ده اللي احنا كنا بنشتغل عليه. متعودين طبعا ان احنا بنلعب للدقيقه الاخيره، سواء ماتش النهارده او اي مباراه، تعودنا كنادي اهلي ان احنا بنلعب لاخر لحظه، حتى لو انت مغلوب بتلعب لاخر لحظه. الحمد لله التوفيق بيجي للناس اللي بتجتهد في الملعب، والحمد لله ربنا كفينا بالجون بتاع النهارده. انا عايز بقى اتكلم في جزئيه خاصه بباسم علي بالتحديد، وهي كل ما بتغيب يا باسم يعني معادله صعبه، او بترجع بتأدي بشكل اكثر من رائع، بتعمل المعادله دي ازاي؟ مش بعملها ازاي والله يا راجل، انت بتشتغل، والتوفيق من عند ربنا، ده رقم واحد. تشتغل لو حتى لما بتبقى بعيد، مش من النوع اللي انا بكسل، لا، في تمرين بشتغل في التمرين، بحس ان انا اتعودت وانا من ساعه ما جيت النادي ان في لحظه ممكن تلاقي نفسك بتلعب، الظروف بتخدمك وتلاقي نفسك في الملعب، فيمكن انت بتبقى محضر نفسك كويس، بتبقى مركز كويس، فالتوفيق بيجي لك. التوفيق يا باسم دايما. ربنا يخليك يا امين، شكرا.